بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله النهاردة هتكلم على جهاز من أجهزة القمة بالنسبة لأجهزة شركة ستار نت، وطبعا الجهاز غني عن التعريف، مش أول مرة أتكلم عنه ومش أول مرة كل الناس على اليوتيوب بيتكلموا عنه. جهاز معروف جدا، هنتكلم على آخر إصدار للجولدن 2080. جولدن 2080 او الليفل الوحش زي ما كنا بنسميه اول ما طلع. طبعا الجهاز داخل في السنه الثالثه. اولا قبل اي كلام، الجهاز ده يا جماعه دي تالت سنه للجهاز بتاعنا، وده الاصدار التالت اللي انا عملت عنه فيديو من حوالي شهر تقريبا او من حوالي 25 يوم. تمام، الاصدار التالت من الجولدن 2080 ده طبعا جهازنا جولدن 2080. الجهاز ده يا جماعة ما شاء الله الله أكبر، يعني كتير قوي من الناس استخدموا الجهاز واشتغلوا عليه على السوفت القديم. السوفت القديم أو السوفت الأولي أو المبدئي اللي كان طالع بيه من حوالي 3 سنين كان سوفت الواجهة أو الواجهة أو اللانشر المعهود بتاعه اللي كنا احنا عارفينه المتقسم. طبعا بعد كده الشركة نزلت السوفت الحديث اللي هو سوفت النجمة على الجهاز، النجمة 2 كمان. السوفت الحديث ما شاء الله كان نازل معاه إمكانيات جديدة، وكمان بعد الإمكانيات الجديدة الشركة بدأت ترقي في السيرفرات على الجهاز ونزلت لنا دفعة المارفل. الدفعة الموجودة حاليا دلوقتي كل الجديد عليه سيرفر مارفل 15 شهر، من ضمنها طبعا الجهاز اللي في إيدي ده. الجهاز بتاعي دي دفعة المارفل الخاصة بجهاز جولدن 2080 من انتاج شركة ستار نت. الجهاز ده في البداية يا جماعة المعالج بتاعه معالج الام لوجيك، معالج الام لوجيك 905 اس بمعمارية الاي ار ام، الشركة الامريكية اللي بتنتج المعالج ده، معالج الام لوجيك 905 اس اللي بيعتمد على كارت رسوميات عالي ومعروف، هو كارت المالي 31 او 31، وفي نفس الوقت بيدعم حتى 75 اطار، بيدعم حتى 75 اطار بير سكند. فبالتالي احنا عندنا جهاز مدعوم دعم مميز جدا، وكمان عندنا بروسيسور عالي الاداء. البروسيسور الموجود في الجهاز ده يا جماعه هو نفس البروسيسور الموجود في جهاز نقول لكم برضو عليه عشان برضو ايه ما نبقاش بعيد عنكم، في ال 2090. يعني البروسيسور اللي هنا هو اللي هنا، لان ناس كتير بتفاضل بين ال 2090 وبين الجهاز، ويعني بصراحه ربنا بيحاولوا ان هم يقللوا من قيمه او قدر الجهاز ده. الجهاز دوت انا دايما بعتبره بدايات القمه بالنسبه لاجهزه الاندرويد 4K. طبعا الجهاز بدقه الالترا اتش دي او ال 4K، كمان الجهاز ميزه بتاعته هو دعم الصوره الخاصه بتقنيه الاتش دي ار 10 وكمان الدولبي فيجن. فبقى انت عندك يعني ايه في حاجه كده ايه في يعني نوع من الذكاء الاصطناعي موجود في جهاز ريسيفر، نوع من الذكاء الاصطناعي موجود في جهاز ريسيفر اسمه ستار نت جولدن 2080. طبعا ناهيك عن باقي باقي الحوار الخاص بالسيرفرات الخاصه بالجهاز، هنتكلم على السيرفرات فيما بعد. بس انا دلوقتي اللي يهمني هو اداء البروسيسور بتاع الجهاز، وفي نفس الوقت دقة وعتاد الهاردوير الخاص بالجهاز. الجهاز بسم الله ما شاء الله عتاد هاردوير عالي الأداء بدعم مميز جدا عن طريق البروسيسور الخاص بالجهاز اللي هو الام لوجيك اس 905 او 905 اس. الجهاز بتاعنا يا جماعة راماته 2 جيجا رام، 2 جيجا رام اللي هو ال 2080 من نوع الدي دي ار 3، وفي نفس الوقت الجهاز فيه ذاكره داخليه. طبعا بما انه جهاز اندرويد لازم يبقى الجهاز بتاعنا، يعني بما ان جهازنا اندرويد 4K، فبالتالي الذاكره الداخليه بتبقى مختلفه نهائي عن باقي اجهزه السان بلس والجي اكس والمعالج عالي كمان. لا، هنا الذاكره الداخليه او الروم الخاص بالجهاز الذاكره بتاعته او مساحه التخزين بتتقاس بالجيجا. دايما في اجهزه سان بلس الجي اكس المعالج عالي في كل المعالجات او في كل اجهزه الريسيفر الخاصه بآليه التشغيل مش اندرويد بتلاقي ان الذاكره الداخليه فيها او الفلاش روم بتاع الجهاز بتلاقيه بالميجا، 16 ميجا
ما بيزيدش عن كده ميجا، لكن احنا هنا بنتكلم في 16 جيجا، في فرق 16 جيجا ذاكرة داخلية مدرجة او مدمجة مع الجهاز. كمان في ميزة حلوة قوي، انت لو عايز ترفع الذاكرة الداخلية او ترفع ذاكرة الجهاز الميموري بتاع الجهاز، هات لغاية اقول لك ايه 1 تيرا، هات هارد خارجي لغاية 1 تيرا، الجهاز هيشتغل معاك، هيبقى مساحة الجهاز عندك وصلت ل يعني مساحة عالية جدا بالنسبة للذاكرة الخاصة بالجهاز. الجهاز بيقبل فلاشات، وكمان الجهاز فيه ميزة حلوة قوي انه فيه 2 يو اس بي من ضمنهم نوع ال 3.0، وده اعلى نوع على مستوى العالم حاليا، اللي هي فتحة اليو اس بي الزرقاء، هي معروفة حتى دايما في اي جهاز على مستوى العالم ال 3 من 10 او ال 3.0 دايما بتلاقيها لونها ازرق. طبعا دي اسرع يو اس بي بتنقل داتا على مستوى العالم، تقدر تنقل داتا، تقدر تسجل منها بصوره سهله جدا، تقدر تفرغ الداتا اللي موجوده في اي هارد خارجي او فلاشه على الجهاز وتظهرها كصوره، صوت وصوره، بصوره مميزه جدا بسرعه رهيبه. طبعا الجهاز بتاعنا الجولدن 2080 بالنسبه للسيرفرات، طبعا انا يعني بدايه بتكلم بالسيرفر الاكبر وهو سيرفر الجوسات عليه، وفريق الجوسات عامل شغل حلو قوي على الجهاز ده. سيرفر الجوسات على الجهاز دوت مفتوح مدى الحياة، سيرفر موجود على جهازنا 2080 موجود مدى الحياة، بمعنى بتخش على الانترنت في اعدادات الجهاز وبتخش على سيرفر الجوسات وبتبدأ انك تحدث او تبدأ ان انت تفعل الجوسات. طبعا تفعيل الجوسات ب 8 12 مرة، وطبعا بيجي لك فيديو شرح كامل لما يوصلك الجهاز بكل حاجة، تفعيلات الجهاز بأداء الجهاز، حتى الريموت ليه شرح عاملينه صوت فيديو صوت وصورة، شرح الريموت نفسه مع شرح الجهاز بالكامل. تمام، بالنسبة للجهاز يا جماعة، سيرفر الجوسات على الجهاز مفتوح المدة، مفتوح المدة يعني فوريفر شغال على طول. تمام، وفي نفس الوقت دعم الصوتيات الخاصة بالسيرفر مفتوحة المدة، ترجمة نظام الترانسليشن برو اللي نزل على الجهاز دعم ترجمة احترافية، ترجمة البرو الاحترافية على جميع الأقمار، فبالتالي أنت حد غاوي شيرنج وغاوي تركيب أقمار ومتابعة دوريات عالمية، متابعة مباريات عالمية، حتى الترجمة على الموفيز، كل ده موجود على جهازنا النهاردة وهو جهاز 2080 ستارنت جولدن 2080. طبعا بالنسبة للجهاز يا جماعة احنا قلنا 2 جيجا رام، في نفس الوقت 16 جيجا الروم بتاع الجهاز او الذاكره الداخليه للجهاز بتاعنا، وبرضو انا نوهت بس التنويه كان بسيط ان اجهزه الاندرويد دايما يا جماعه الذاكره الداخليه ليها بتكون بالجيجا مش بالميجا، الميجا دي لاجهزه الرسيفر العاديه مش الاندرويد، حتى اجهزه ال 4K، اجهزه ال 4K فقط، اجهزه ال 4K فقط بتكون بالميجا، لكن لما يكون جهاز 4K واندرويد بتبقى الذاكره هنا بتختلف بتكون بالجيجا. فطبعا هنا عندنا ذاكره 16 جيجا ورام 2 جيجا رام من نوع دي دي ار 3 الحديث، فبالتالي بيديك سرعه اداء وفي نفس الوقت سرعه وصول لاي بارتيشن لاي قناه. كمان عندك هنا الجهاز بيسع حتى 20000 قناه، الجهاز هنا عندك بيسع حتى 20000 قناه، فبالتالي تقدر تنزل اي امر انت عايزه، كميه اقمار مهوله، متحرك هيشتغل زي الفل، كل ده في جهازنا ستار نت جولدن 2080. لو جينا بالنسبه للجهاز بتاعنا، ده شكل جهازنا طبعا، وده جهاز الجولدن 2080 وده العلامه التجاريه طبعا على الجهاز زي ما احنا شايفين. طبعا هنا كلنا عرفنا خلاص بالنسبه لاداء الجهاز، الجهاز عندنا هنا زي ما احنا شايفين مدخل ال ام بي الخاص بسلك الدش، وفي نفس الوقت فتحة الايثر نت لان الجهاز بيشتغل بكابل نت وواي فاي مدمج داخلي، الاثنين موجودين في جهازنا النهارده. كمان عندك فتحة ال HDMI، وعندنا فتحة التحديث الخاصة بالفنيين، وكمان عندنا فتحة الباور ال 12 فولت، دي الفتحات الخاصة بجهازنا. لو كنا من الجنب كده عندنا اثنين فتحة يو اس بي، يو اس بي 2.0 و 3.0 اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية.
فطبعا الجهاز بتاعنا طبعا هنا دي الواجهه دي بتكون واجهه مضيئه مع تشغيل الجهاز، بتلاقي هنا ارقام القنوات بتبدا تظهر معاك وعمليه اللود بتاع الجهاز اثناء الفتح، تمام؟ طبعا هنا اللوحه دي بتكون الشاشه زرقاء لونها ازرق، اضاءه زرقاء قويه، تمام؟ ده بالنسبه لجهازنا. طبعا فتحات التهويه الرئيسيه تكون في الاسفل بالنسبه لجهازنا. طبعا الجهاز عندنا لازم يجي لك عليه الورقه دي ضروري جدا الخاصه بضمان الجهاز، الجهاز عليه ضمان سنه، انا بقول من هنا اهو الجهاز عليه ضمان سنه من شركه ستارنت وعلى مسؤوليتي انا الشخصيه كمان. عليك كمان مسؤوليتي الشخصيه، ضمان جهاز ستارنت معاك ضمان سنه، ضمان شامل بالنسبه للهاردوير او السوفت وير واليه التشغيل مع دعم فني كمان موجود بيوصلك على الواتساب بصوره مستمره. طبعا تحديثات الجهاز، تحديثات انت ممكن تنزل تحديثات الجهاز اونلاين من على الانترنت من جهازك وانت قاعد في بيتك، ده كله مشروح في الفيديو اللي انا ببعته لكل عميل بيستلم الجهاز مع شرح الريموت طبعا مع الجهاز. بالنسبه للسيرفرات يا جماعه الموجوده على جهازنا، الجهاز عليه سيرفرات ما شاء الله حدث ولا حرج كتير. طبعا ال 2090، عشان في ناس هيقولوا فين ال 2090، 2090 ان شاء الله هنعمل له فيديو لوحده بشرح كامل متكامل. بس انا عايز اقول حاجه، حضرتك لما بتيجي تعمل مقارنه بين الجهازين كل الفرق بين الجهازين اللي انا بشوفه بصراحه هو الرامات وعدد السيرفرات. الرام عالي شويه في ال 2090 تمام، عدد السيرفرات اكتر شويه في ال 2090 صح، بس ال 2080 انا نفسي بحب الجهاز ده وانا نفسي مشغل الجهاز ده على طول عندي، والجهاز الله اكبر عندي بقاله داخل في ثالث سنه عندي، الجهاز شغال زي الفل وشغال 10 على 10 بتحديثاته بالسوفتات الجديده بالترجمه بالصوتيات، كل ده مدعوم بالنسبه لشركه ستارنت. فعشان كده دايما حتى اللي بيقول لي اجيب ده ولا بجيب ده انا دايما برشح له 2080 قبل ال 2090 بصراحه، لان الفرق كبير، فرق حوالي 1100 جنيه تقريبا او 1200 جنيه بين الجهازين. فانا بشوف اليه التشغيل واحده، سوفت واحد، هاردوير يعتبر واحد، البروسيسور نفسه واحد، الاملوجيك هنا هنا هو هو مفيش جديد، بس زياده في السيرفرات الاي بي بتبقى اكتر في ال 2090 تقريبا 8 سنين زياده او 7 سنين زياده، ده الفرق الجوهري. حته فرق الرام ده انا بشوف اثناء التشغيل بصراحه بشوف السرعه واحده مفيش فروق، حتى الاتش دي ار هنا هو الاتش دي ار هنا، الدولبي فيجن هنا بالنسبه للصوت للصوره هنا، الجهازين بيدعموا خواص الدولبي اتموس بالنسبه للصوتيات هنا هو هنا. فيعني بشوف الدنيا قريبه ما بين ال 2080 وال 2090، وده موجود وده موجود. طيب هنرجع تاني بقى ايه لسيرفراتنا، سيرفرات ال 2080 يا جماعه احنا عندنا طبعا المارفل، انا هتكلم عن البدايه عن المارفل لان انا بحب سيرفر المارفل جدا ومن السيرفرات القويه في السوق والمنافسه للنوفا نفسه بصراحه، وسيرفر المارفل من السيرفرات تعتبر المظلومه لانها لسه جديده مش ظاهره بقالها فتره كبيره زي النوفا، فالنوفا سيرفر محترم وسيرفر قوي، المارفل برضو سيرفر قوي وسيرفر كويس جدا ونازل على الاوبشن الجديد بتاعنا او على الجهاز بتاعنا الجديد لمده 15 شهر، يعني عندك هنا المارفل سنه وثلاث شهور في الدفعات الجديده كلها لل 2080 وكمان ال 2090 دفعه المارفل، تمام؟ عندنا الهاها 3 سنين موجود على الجهاز مجانا، عندنا الكيوت 3 سنين مجانا، عندنا الفورس 3 سنين مجانا، عندنا سيرفر دراجون سنه مجانا، عندنا النوفا بلاس الاصلي سنه مجانا على جهازنا ان شاء الله. دي سيرفراتنا اللي موجوده، وعندك كمان سيرفر كويك، وكويك كان بيتقال انه اتشال ورجع هو حاليا موجود. السيرفرات دي كلها موجوده سيرفرات مجانيه وقتها او المدد بتاعتها مدد مجانيه. لو نسيت حاجه بقى معلش ساعات بيطير مني كده بعض المعلومات اثناء الحديث عن الجهاز، لكن الجهاز بالصفه المدمجه مع سوفت الانجما الجديد يعني الدنيا اصبحت ليفل تاني خالص، مستوى تاني خالص بالنسبه لاليه تشغيل ال 2080 الاندرويد ال 4K. عندك شيرنج مميز جدا مفتوح المده، مش هتفكر انك تشترك في اي سيرفر تاني، فاتح كل الاقمار بصوره مميزه جدا، صوتيات دائمه موجوده، دعم كامل للترجمه البرو، ترجمه البرو حرفيا البرو موجوده على جميع الاقمار. كمان عندك سيرفرات اي بي تقريبا حوالي 12 سنه او 13 سنه موجود مجانا، مجموع حوالي 12 سنه سيرفرات اقواها طبعا عندنا النوفا الدراجون المارفل الهاها الكيوت بعد كده والفورس وباقي السيرفرات. فانا بشوف في توليفه لذيذه من شيرنج مع اي بي مع
جهاز اندرويد، واحنا ما اتكلمناش على الاندرويد خالص في الجهاز لغايه دلوقتي. طبعا الجهاز ده اندرويد 9، جهاز الجولدن 2080 ده اندرويد 9. اندرويد 9 يا جماعه يعتبر اعلى حاجه دلوقتي او اعلى مستوى بالنسبه لاجهزه الاندرويد الموجوده في السوق حاليا. اندرويد 9 بيدعم جميع تطبيقات الاندرويد. الجهاز عليه متجر بلاي، متجر البلاي ستور، المتجر اللي موجود في الموبايل الاندرويد بتاعك، تقدر تنزل اي تطبيق، فيسبوك، واتساب، حتى تطبيقات المشاهده عبر الانترنت زي الاسطوره، زي ياسين تي في، كل ده تقدر تنزله على جهازنا بصوره سلسه جدا، والجهاز بيقبل جميع التطبيقات، ودي ميزه كبيره في اجهزه الاندرويد. عليه يوتيوب احترافي جدا، اليوتيوب بتاعه يوتيوب انت هتحب انك تشوف يوتيوب، لان انت هتشوف يوتيوب مختلف نهائي عن اجهزه الجي اكس واجهزه السان بلس واجهزه معالج عالي. هنا في يوتيوب اندرويد حقيقي، يوتيوب مطور، انت نفسك نازل لك يوتيوب حديث 2023، النسخه اللي تقريبا بتتحدث كل شهر، كل شهرين بتتحدث. عندك يوتيوب احترافي بيدعم البحث باللغه العربيه، وفي نفس الوقت تقدر ان انت تحط الاكونت بتاعك عليه، تقدر ان انت تعمل تسجيل دخول بالجيميل بتاعك على الجوجل بلاي، وفي نفس الوقت على اليوتيوب. ففي امكانيات مميزه جدا بالنسبه لشغل الاندرويد على الجهاز. تقدر تنزل اي تطبيق انت عايزه، بتنزله بصوره سلسه جدا على جهازك، وجهاز بيقبل جميع تطبيقات الاندرويد بصوره مميزه جدا. الجهاز عندنا اليه التشغيل سهله وسلسه مش صعبه، وكمان تسهيلا للعملاء اي حد بياخد الجهاز بيوصلك فيديو شرح كامل على الواتساب، وكمان جميع اكواد السيرفرات الخاصه بجهازنا الجولدن 2080. معلش انا طولت قوي، انا اسف طبعا وبعتذر، بس لسه هكمل ان شاء الله الفيديو الجاي مع ال 2090، لان لازم نتكلم عن ال 2090 ونوضح برضو امكانياته وفي نفس الوقت الجديد على جولدن 2090. طبعا انا بشكركم جدا واسف ان انا طولت جدا، انا ما اتكلمتش حاجه، ده في كلام كتير قوي عن الجهاز ممكن يكون راح من دماغي، ممكن ما فيش وقت، يعني في كلام كنت عايز اتكلم على معماريه اداء اعتاد الجهاز بالنسبه للهاردوير، بس انا لما جيت اتكلم عنه حسيت ان في ناس كتير مش هتفهمني، وفي نفس الوقت في ناس كتير هتعتبر ان انا برغي وانا بتكلم كتير، وانا يعني بصراحه لما باجي اصور او اسجل بنسى وبتكلم في يعني مواضيع انا بعتبرها مواضيع اللي تهم المشتري او مواضيع اللي عايز يفهم الجهاز فيه ايه. طبعا سايب ارقامي في الفيديو، اي استفسار تابعني على الواتساب طبعا، وعندنا صفحه اشرف القاضي ستورز على الفيسبوك طبعا، وفي نفس الوقت عندنا كمان قناه الشروحات موجوده لجميع الاجهزه ان شاء الله، في قناه خاصه عاملينها لشرح جميع الاجهزه الموجوده على القناه، بس مش حاطط الشروحات على القناه، لان لما بحط الشروحات على القناه باخد مخالفه مباشره، ففي قناه كده يعني جانبيه، قناه ما فيهاش اشتراكات خاصه بالتفعيلات، لا عشان لو قفلت في اي وقت مش هيبقى في مشكله فيها، لكن هنا بحط اي شرح باخد مخالفه مباشر من اداره اليوتيوب. فطبعا بعتذر جدا، اي حد محتاج قناه الشروحات يبعت لي على الواتساب، ببعت له الرابط بتاعها وبتابع معاه في اي استفسار بالنسبه لاي حاجه بالنسبه للاجهزه. طبعا كل سنه وانتم طيبين، دمتم بصحه وبعافيه، واسف للاطاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.